يعني ضرورية سفرتك مامي؟ طبعاً مامي ضرورية، لبنان هلأ متنفسنا الوحيد تقريباً، وأنا عندي بضاعة لازم تمشي. بعدين مو بس أوكي عنده بزنس، وأنا كمان عندي بزنس. بعدين نسياني إنه صار في سوريين ناسحين كتير هنيك، يعني لازم شوف شو وضعهم وشو محتاجين مشان شغل الجمعية. إيه لازم، يعني مطولة هنيك؟ هلأ مامي، بعدين أنا ما بقدر عفراقك يا بيبي أنت. لا تنسي تجيبي لي البرفيوم معك ها. أكيد ما بدي توسعي. يلا بدك شي؟ سلامتك مامي، تروحي وترجعي بالسلامة. يلا تشاو. تشاو مامي. يا ديوي وصلي لي اياها على السيارة ورجعي. باي يا مامي. باي. اشتقلك انا كثير يا بيبي. وانا اكثر يا مامي. باي.